معنا على التليفون تعقيبا وتعليقا على هذه الزيارة الصديق والزميل القديم، صديق قديم جدا 22 سنة دلوقتي في مثل هذا اليوم، يبقوا 22 سنة يا أستاذ ماضي. يا أهلا وسهلا، يسعد مساك. ازيك؟ سعيد، كبرتنا زيادة على اللزوم. ما احنا كبار في السن بس احنا يعني شبان في الروح. الحمد لله، سعيد بوجودي على شاشة التلفزيون المصري، سعيد بإطلالتي على الجمهور المصري، سعيد بوجودي معك شخصيا، وسعيد بالتعليق على هذا الحدث المهم. اعتبره كمواطن كويتي، مواطن عربي، زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت اليوم. طبعا ليست الزيارة الأولى، وانت تذكر يعني تصادفنا في زيارات سابقة. صحيح. هذه الزيارة تأتي طبعا بالتأكيد تعزيزا لكل تلك العلاقات والأواصر والمحبة عفوا بين الشعبين والحكومتين والقيادتين. هناك الكثير من الروابط التي تربط بين الكويت ومصر، روابط إنسانية ورابط اجتماعية ورابط اقتصادية ورابط سياسية وثقافية وإعلامية وكثير من الأمور. فمثل هذه الزيارات بالتأكيد يعني تسعدنا احنا كشعب في الكويت. مثل ما وجدت وانا حاليا يعني حدثك من مصر، وجدت يعني الترحيب في الإعلام المصري وفي الصحافة المصرية وفي وسائل المصرية المختلفة. فبكل تأكيد هذا يعني هذه الأمور وهذه الزيارات لها أبعاد مهمة. ناهيك عن البعد الحقيقي وراء مثل هذه الزيارات، والذي يتم من خلال لقاء القيادتين في البلدين يعني الشقيقين، وتبادل الاتفاقيات وتبادل الدعم والمساندة والاتفاقيات على الكثير من المشاريع المهمة والملهمة في المستقبل. فبالتأكيد يعني هناك أبعاد كثيرة مثل ما تعلم لمثل هذه الزيارة، وهنالك نواحي كثيرة تسعد الشعوب وتسعد المنطقة ككل. صحيح. ودي أنا أضيف بس على الدور المهم اللي أنت تفضلت فيه، الدور المصري اليوم المهم. اليوم مصر لا تمثل الشعب المصري، القيادة المصرية ليست فقط تركز على يعني ما نشهده إحنا كيعني زائرين لمصر من رخاء ومن كثر يعني النمو والتنمية التي يعني نشهدها. صراحة في كل زيارة لمصر نجد مشاريع جبارة، نجد طرق، نجد بنيان، نجد غير الأشياء الظاهرة، غير الحجر، نجد التنمية البشرية الفاعلة. كثير من الشباب، وانت تعلم أنا يعني بلف واروح وازور والتقي بالجامعات مع الطلبة والطالبات، قاعد اشوف جيل صراحة مشرف، جيل نفتخر فيه كعرب، جيل ملهم، جيل يعني واعد في المستقبل. هذا بالتأكيد يعني يحتاج مثل هذه الفرص والإمكانيات التي تسخر له والتي فعلا يستحقها الشعب المصري ويستحقها المستقبل في مصر. فهذه أمور بكل تأكيد يعني تسعدنا ونفتخر فيها، ورائها طبعا رجل يعني كبير، رجل ملهم، رجل يعمل ليل نهار مثل ما يعني نراه ونتابع من أجل استقرار هذا البلد وبالتالي استقرار المنطقة والحرص على يعني الاستقرار في المنطقة العربية ككل. صحيح 100%. يمكن أنا أحب برضو أدي لمحة كده للمشاهد عن الكاتب والإعلامي الكويتي ماضي الخميس، اللي هو تحس يعني إحنا أول مرة تقابلنا كنا في هلا فبراير سنة 2000. صحيح. وتحس دائما في هذا الرجل المحترم والصديق العزيز أنه قلبه مقسوم ما بين مصر والكويت وعقله وروحه. وبالمناسبة في كثير من أبناء القاهرة في وسط البلد تحديداً ما يعرفوش ان الاستاذ ماضي كويتي، بيتعاملوا معاه باعتباره رجل مصري، ما يعرفوش خالص عشان بيتكلم مصري احسن مني يعني. بالعكس والله شيء نفتخر. انا اقول لك يعني يعني مصر بالنسبه لي لها افضال كثيره على المستوى الشخصي، من تعليم، من رياده، من تعليم، مو بس التعليم في الشهادات اللي اخذتها، التعليم حتى في فنون الحياه المختلفه، التعليم في الصحافه. وانت تعلم انا عملت في الصحافه المصريه وتاهلت في الصحافه وفي الاعلام المصري، ولي صداقات مع اغلب يعني المجاميع الفكريه والثقافيه. وهذا شيء يعني يفيدني، وانا دائما اقول لابنائي ايضا يعني ان فضل هذه البلد ليس كونها جمالها وتستمتع في الجماليات، هنالك شيء اعمق
شيء في العمق المصري هو الملهم، هو اللي يعطيك هذه الطاقة الإيجابية. وشوف رغم ما مرت في مصر من ظروف، مو الآن في السنوات هذه، من 7000 سنة بالتأكيد كانت هناك أيام صعبة وأيام قاسية، ولكن هذا البلد تتجاوز كل تلك المحن وتخرج وتعود أكثر صلابة وأكثر شدة، مثل ما عشنا الآن. أنا أعتقد الآن يعني نعيش فترة ازدهار وفترة رخاء وفترة نمو في المستقبل. صدقني أنا مهتم جدا في فكرة الأجيال وفكرة التعليم وفكرة التنمية البشرية. وجدت هناك يعني وقاعد ألف يعني خاصة اليوم في الجامعات، وجدت هناك كثير من الطاقات الشبابية الحيوية الفاعلة اللي ما لها توجيه، يعني مش الدولة وجهته تعالى، لا هو بنفسه قاعد ينمو مع هذا الحراك المتكامل. بالتأكيد لما أشوف أنا شاب وأشوف رئيس يعني أكبر دولة عربية يعقد ملتقى أو مؤتمر الشباب في السنة أكثر من مؤتمر ويحضر ويتحاور معهم ويستمع، هذا أكيد يعطي دافع. فإن شاء الله يعني نتمنى كل الخير لمصر وقيادتها، وأرجع وأقول على تعزيز العلاقات الكويتية المصرية. هذه علاقات راسخة لا يعني لا تؤثر عليها أقاويل هنا ولا أفعال هناك، لا تؤثر عليها أي أمور جانبية، هي يعني ضاربة في عمق التاريخ. هنالك مودة ومحبة وتراحم بين الشعبين، هنالك تنسيق كبير بين القيادتين، وإن شاء الله يعني أنا أتوقع في الأيام المقبلة راح تشهد مزيد من التعاون. يعني أنا اطلعت على تقارير اقتصادية، أكيد حضراتكم شفتوا أكثر مني عن مستوى النمو في الدول العربية ومستوى النمو اللي حققته مصر في الفترة الأخيرة. وأنا قبل يومين قريت تقرير عن الدول التي شهدت نمو خلال فترة كورونا، جاءت مصر في رقم واحد في مستوى الدول العربية من الدول التي شهدت نمو خلال فترة كورونا اللي الأغلب تراجع. فهذه كلها مؤشرات إيجابية نفتخر فيها حقيقة. فإن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح، وجميعا نفرح بكل أي نجاح يتحقق بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 زميلا وصديقا الكاتب الصحفي والإعلامي الكويتي ماضي الخميس، وخلوني أنتقل بكم إلى الخبر التالي. يمكن إحنا مداخلة مبنية على يعني ولا إيه يا جماعة، مش كده؟ طيب، وإحنا قاعدين عمالين بنتكلم على، أنا آسف قلت خبر تاني، هو نفس الخبر، وإحنا قاعدين بنتكلم على نفس ذات الزيارة، مهم جدا إن إحنا نحاول قدر الإمكان برضو نطلع على زي ما يقولوا كده إيه insights في اللقاءات اللي حصلت ما بين القيادتين، ونعرف إيه اللي جرى. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، وأيضا هو نائب رئيس الجالية المصرية في الكويت السابق. أهلا بك يا أستاذ علاء. مساء الخير استاذ يوسف، على حضرتك مساء النور، ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم. خليني يمكن هسالك على اهميه الزياره، اهميه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، واستقبال الرئيس بهذا الشكل وبهذا الحجم الرائع، الحقيقه يليق به ويليق بمصر ويليق بالكويت. اولا خليني احييك استاذ يوسف واسره البرنامج الحقيقه على التغطيه اللي انتوا عملتها لنا النهارده على زيارة فخامة الرئيس. الحقيقة النهاردة زيارة تاريخية، ولقاء فخامة الرئيس أو زيارته للكويت بتبقى محل تقدير من القيادة السياسية في دولة الكويت. النهاردة الاستقبال وحرارة الاستقبال غطت على كل شيء. كان الحدث الأهم في الكويت النهاردة هو زيارة فخامة الرئيس، وعايز أقول لحضرتك أن المجتمع الكويتي النهارده مش بس عن الجالية اللي ممكن نتكلم فيها بعد شوية، لكن حتى الاستقبال الغير عادي لفخامة الرئيس من المجتمع الكويتي استقبال مختلف. وأنا عايز ألفت نظر حضرتك واستفيد بمساحة الحرية اللي في برنامجك، وأقول لحضرتك إن النهارده اللقاء النهارده مختلف عن زيارة النهارده مختلف عن أي زيارة سابقة لفخامة الرئيس. أقول لحضرتك الأسباب. يا ريت. لأن ابتدت قناعات مش بس لدى الشعب المصري ولدى أبناء الجالية، لدى كمان إخواننا العرب والخليجيين والكويتيين بشكل خاص، بهذا الرجل بما يحدث في مصر من إنجازات بكل ما يدور. يعني استشعرنا واستشعر الأشقاء في الكويت أن هذا ليس يعني زعيما عاديا، هذا رجل غير عادي. وإحنا كمان كأبناء الجالية الحقيقة كنا أكثر من السعادة،
كنا نتمنى نلقاه. احنا الزياره دي بنسميها زياره يعني انجاز التعبير السند والظهر. استشعرنا ان الرئيس كما لو كان بيزورنا فردا فردا كجاليه في 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 بيوتنا. زياره طبطبه الكويت وفتره كورونا زي ما حضرتك عارف وزي ما كل الدول كانت قافله، والجاليه الحقيقه يعني فتره طويله الحقيقه كانت يعني بدون سفر، واستشعار الغربه كان كبير قوي. الزياره دي جت في ميعادها. صحيح ان الزياره ليها اهداف سياسيه ولم الشمل العربي كما اعلن، وليها اغراض يعني رئيسيه، الا اننا استشعرنا ان وجود الرئيس النهارده بيطبطب على كل واحد في العلم. ما فيش شك ان العلاقات المصريه الكويتيه هي علاقات متينه وراسخه. وعايز اقول لك استاذ يوسف، قولي فهم. ان هو لم يثبت في على مر العصور، لم يثبت التاريخ ان القياده السياسيه في دوله الكويت كانت في منأى عن قضايا العرب ولا حتى عن مسانده القضيه المصريه. دائما وابدا القياده السياسيه في الكويت قياده معتدله، قياده تناصر القضايا العربيه، تؤيد القرارات الجماعيه ولا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول. موقف القياده السياسيه من مصر على مدى العصور هي موقف مشرف في حرب 67 وفي 73، ودايما نقول امتزجت يعني دماء الكويتيين والمصريين، وكان موقف لمصر في غزو العراق للكويت الى اخره، بنقول الكلام ده. لكن يبدو ان الموضوع اعمق من هذا، الموضوع اكبر من كده، الموضوع علاقات راسخه، الموضوع تواجد مش بس اتفاق في الرؤى في المشكلات السياسيه اللي بتواجه الامه العربيه، لا كمان ده يعني تعاضد وتحالف كبير من الدوله الكويتيه في مصر. واحنا بنشوف النهارده المشروعات الاستثماريه الاستراتيجيه وتواجد الصندوق الكويتي والدعم اللي في اشكال الاقتصاد المختلفه في المشروعات الاقتصاديه في المشروعات التنمويه. احنا النهارده عندنا الصندوق الكويتي الحقيقه بيعتبر ان مصر واحده من اكبر الدول اللي بيساهم فيها في برامج تنمويه، فده شيء طبعا بيرجع لثقه الصندوق الكويتي في القياده المصريه، ثقتهم في مصر، احساسهم بان مصر هي الدوله التي تستحق كل هذا. فالحقيقه كان النهارده وجود فخامه الرئيس شيء بنسعد به جميعا، مش بس كجاليه لكن كل الاهل والاشقاء في دوله الكويت. والله ده كان شيء رائع، التعليق ده بالذات حلو جدا، مسألة انه الرئيس وجوده في الكويت كان دائما وكأنه بجاي يطمن على المصريين الموجودين هناك، مش يطمن علشان في لا قدر الله حاجة كده ولا كده، بس هي المسألة بتاعت الوجود، الرعاية، دي حاجة حلوة. طيب خلونا أولا نشكر أولا أستاذ علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس الجالية المصرية في الكويت السابق. وفاصل ولا إيه يا جماعة؟ فاصل؟ ده شيء رائع عشان نستريح شوية، أصل أنا كبرت في السن. فاصل ونكمل الكلام. أهلا بيكم معنا مرة تانية وبرنامجكم التاسعة. بالمناسبة النهاردة 22/2/22، هتيجي تقول لي أيوة تعامد الشمس على، أقول لك مظبوط مظبوط، بس أنت واخد بالك السنة دي مش 21 ومش 23 ومش 20، السنة دي 22. وبالتالي قلنا يا جماعة ما تيجي ناخد رقم 2 ده ونسأل بيه حضرتك سؤال، وهتلاقي السؤال معمول له بوست على صفحتنا على فيسبوك، انزل بالصفحة. الله يرحمه أستاذ أبو بكر عزت كان عنده كده مصطلح في المسرحية، عايز بس أفتكر اسمه، يقول لها انزلي يا أف أف، كان عنده أفة كده فيها كل حاجة، عايزين ناكل في الأفة، في عايزين مش عارف نشرب في كذا، عايزين أيا كان انزلي يا أف أف، تروح نازلة كده من السقف بتاع المسرح يعني. المهم يا جماعة أنا هقعد أتكلم، فين الصفحة بتاعت الفيسبوك؟ مفيش صفحة الفيسبوك هتنزل عندنا على الشاشة النهاردة؟ إحنا منتظرين، خليها لحد ما تنزل. فإحنا 22/2 ايوه صفحتنا اسمها ايه؟ ما انا عارف، شكرا. ايوه التاسع 22/2/22 رقم 2 بيقول لك مين اهم 2 في حياتك؟ سهله
سهلة. جاوب بقى، سهلة، تقدر تجاوب، تقدر تحط إجابتك على الفيسبوك دلوقتي. مين أهم اتنين في حياتك؟ حلو كده؟ اكتب أفصح أبن. أهم اتنين يعني أهم اتنين، يعني لازم تذكر اتنين. ما تجيش مثلا تقول لي الجامعة والشغل مثلا، ما تجيش مثلا تقول لي مصر وشغلي، يعني كل دي حاجات رائعة. كويس، ربي وديني، يعني أنا عارف مصدقك والله العظيم. السؤال هو مين أهم اتنين، اتنين شخصين بشريين، جاوب بقى أهم اتنين في حياتك. فأنت لازم تجاوب على السؤال ده. عارف لازم تجاوب على السؤال ده ليه؟ لأنه ده برضو هيكشف ليك أمور كتير متعلقة بطريقة تفكيرك وبترتيب أولوياتك. بكلمك بجد والله العظيم، أهم اتنين في حياتك مين بقى؟ تعالى هنا ناخد بعضنا بقى ونروح على العلم. العلم لا يتوقف، وطريقة تفكير العالم بتبقى مختلفة تماما عن طريقة تفكير الناس التانية اللي هم مش الباحثين مش العلماء. في ايه يا عم يوسف؟ اقولك، العالم لا يتوقف عن التفكير. العالم مفيش حاجة عنده اسمها هي كده وأصبحت ثابتة، لا، كل شيء دايما قابل للتطور. العالم ما عندوش أزمة ولا مشكلة في إنه حتى ينتقد ذاته وينتقد أبحاثه ويطورها ويعمل اللي أحسن. عشان كده هو عالم، علشان كده البشرية بتتقدم للأمام. فاهمني أقصد إيه؟ تخيل كده لو العالم مقتنع بإنه النتيجة اللي وصل لها هي آخر النتائج، وإحنا كده 100 فل و14، هل البشرية تتقدم؟ إطلاقا. يعني تخيل على سبيل المثال للحصر إنه العلم توقف عند إنه الطاقة بتيجي من الوقود الأحفوري، نفط وغاز وفحم، هل كنت هتلاقي أبحاث في الطاقة البديلة والنظيفة زي طاقة الرياح، طاقة الشمس، طاقة المياه، الهيدروجين الأخضر، إلخ إلخ؟ لا. طب انت متصور ان دي اخر انواع توليد الطاقة على سطح الكرة الارضية؟ طبعا لا، اكيد هيظهر انواع جديدة. هو ده العلم. وفي فروع من العلم فعلا، كل فروع العلم مهمة للبشرية، بس في فروع من العلم بتحتاج دايما مننا المزيد من التركيز، منها الفروع الصحية، يعني اختراعات وابتكارات وتطوير الأمصال واللقاحات والعلاجات والأدوية وأنواع الجراحات، كل الطرق التي تؤدي إلى شفاء الإنسان من أمر ما. مش بتكلم على الكورونا ولا أوميكرون ولا المستجدات، أنا بتكلم على واحد من أبشع الأمراض التي تصيب الإنسان، السرطان، الأورام الخبيثة. في حتى هذه اللحظة ما بنقدرش نقول أن هناك علاج حقيقي ناجع بنسبة 100% للأورام الخبيثة، ما نقدرش نقول كده. بس العالم أو العلم كمان، أو العلم في العالم لا يتوقف ولن يتوقف. فهتلاقي عالم مصري بيطور تقنية جديدة لعلاج سرطان الكبد، دكتور إبراهيم الشربيني، عالمنا المصري بمدينة زويل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ إزاي صحة حضرتك؟ حضرتك وعلى سادة المشاهدين جميعا، مساء النور يا فندم، منورنا ومتشرفين بسماع صوت حضرتك. إلى أن نلتقي زي ما بيتقال. تسلم. أولا بشكرك شكرا جزيلا على المقدمة اللي قلتها، لأن بتفق معاك تماما. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. العلم طبعا لا يتوقف عند احد، والعلم دائما العجله بتاعته مستمره ودائمه الدوران، ومن قال ايه قد علمت فقد جهل. صح دكتور. اولا يعني يهمنا ان احنا تشرح لنا، نحن البسطاء، احنا مش علماء، احنا بسطاء جدا، فعايزين تشرح لنا التقنيه اللي حضرتك اشتغلت عليها وطورتها لعلاج سرطانات الكبد. طيب اولا خلينا نكون متفقين ان الدواء في الاول وفي الاخر هو عباره عن ماده عامية. تمام. يعني لما المريض بياخدها ايا كان هيتناولها ازاي، بالحقن او اورال او غيره، هي ماده عامية لا تميز لما بتتناول ما بين الخليه السليمه والخليه السرطانيه. صح.
او حتى الخليه اللي فيها مرض ايا كان، حتى لو مش سرطان. اوكي. وبالتالي ما بتلاقيش او نادر او يكاد نقدر نقول ان ما فيش دواء من غير اعراض جانبيه. لان الدواء زي ما بيستهدف الجزء المعطوب المصاب بالمرض بيستهدف الخلايا السليمه. ايوه تمام كده. الاعراض الجانبيه دي بتتدرج في خطورتها حسب طبيعه الدواء، وطبقا للخطوره دي بتبقى اعلى في الغالب في حاله امراض السرطان، لان عشان تقضي على السرطان او تحاول تعالج السرطان الادويه المستخدمه بنسميها سايتوتوكسيك دراجز، يعني من اسمها كده لو ترجمت حضرتك الاسم ده، ايوه، هي ادويه سامه للخلايا، صح، دورها ان هي تروح للخلايا السرطانيه تموتها. وانطلاقا من ان الادويه ديت ادويه لا تميز بين الخليه السرطانيه والخليه السليمه فبتستهدف الخليه السليمه كذلك. ايوه. هنا بقى ما بنتكلمش على اعراض جانبيه بسيطه زي سقوط الشعر والغثيان، لا، ممكن الاعراض توصل في مراحل معينه لفشل في عضله القلب مثلا. اذا الموضوع خطير، انت بتحاول حضرتك تحل مشكله كبيره طبعا العالم كله بيحاول يحلها من سنين طويله، وهي السرطان بانواعه المختلفه، لكن كمان ساعات بتعمل مشاكل اضافيه وانت بتحاول تحل مشكله عاوزها. على سبيل المثال لو خدنا مثلا اكثر هذه الادويه المستخدمه في السوق العالمي لعلاج السرطان، دواء اسمه الدوكسوروبسين، ممكن حضرتك تسمع عنه. الدوكسوروبسين مثلا الاسم بتاعه في الادبيات الشيطان الاحمر، تخيل، يعني دواء يسمى بالشيطان، يلقب بالشيطان. طبعا احمر لانه لونه احمر، الدواء نفسه لونه احمر. طب ليه بسموه الشيطان؟ نتيجة المشكلة اللي بقول لحضرتك عليها ديت، إن الدواء ده لا يستطيع التمييز، فبالتالي بيهاجم الخلايا السليمة زي ما بيهاجم الخلايا السرطانية اللي محتاجين نتخلص منها. عشان كده كان مهم جدا إن يبقى في تقنيات تتطور مع الوقت تقدر تاخد الدواء ده وتوجهه تحديدا وفقط للخلايا المعطوبة أو اللي فيها السرطان. الدواء ده بيشتغل كمان بشكل خطير جدا، الميكانيزم اوف اكشن بتاعه بيعتمد على انه بيدخل الخليه جوه ويبدا يتفاعل بشكل ما مع الدي ان اي او الحامض النووي اللي هو بيشكل الجزء او الماده الوراثيه جوه الخليه. وبالتالي الموضوع خطير ويستاهل المحاوله. احنا خدنا الدواء ده كنموذج، يمكن عملنا ابحاث حديثه اليومين دول على سرطان الكبد زي ما حضرتك ذكرت مشكورا، لكن برضه بدانا المشوار ده من بدري، يعني ممكن من 4 سنين فاتوا حاولنا نحوله او نوصله بفاعليه كبيره للمخ مثلا. الدواء ده ما ينفعش خالص يستخدم لعلاج سرطان المخ مثلا، لان الدواء ده بيبقى موجود في الشكل التسويقي بتاعه في شكل معين قابل للذوبان في الميه، والمخ ربنا حميه بما يسمى البلاد برين بارير او الحاجز الدموي الدماغي اللي ما يسمحش لهذه النوعيه من الادويه يتعدي منه، وبالتالي مش هتعرف تستخدمه المريض عنده سرطان او ورم في المخ. احنا قدرنا بالتقنيه معينه استخدام النانو تكنولوجي نحمله على ناقلات صغيرة جدا، جزء 100,000 جزء من عرض شعر في الرأس في النانوميتر سكيل، ونحطه في شكل لاصقة صغيرة جدا بتلصق داخل الأنف من جوه، ويبدأ الدواء يتحرر من غير ما يؤذي غشاء الأنف خالص، ويطلع من مكان اسمه أول فاكتوري يوصل للمخ. نجحنا في الكلام ده من 4 سنين، وقدرنا نوصل الدواء ده لأول مرة في الأدبيات في الشغل الخاص بهذا الدواء تحديدا اللي هو اكثر الادويه انتشارا بنسبه تخطت 90% للمخ، يعني توجيه شبه كامل للدواء ده في المخ. الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه كمان اللي هو سرطان الكبد، احنا طموحنا بقى زاد الفتره اللي فاتت، فعملنا دراسات على هذا الدواء برضه الشيطان الاحمر ده اللي هو المفروض من اكثر الادويه الفاعليه في علاج السرطانات المختلفه، وكان هدفنا ان احنا نوصله لعلاج سرطان الكبد بفعالية أكثر. فطموحنا تخطى إن احنا نوجهه شبه توجيه كامل للجزء المعطوب أو الجزء اللي فيه سرطان داخل الكبد دون المساس بالخلايا السليمة. طموحنا تخطى المرحلة دي إن احنا مش بس نوصله للجزء اللي فيه الكانسر أو السرطان، لا، ده احنا كمان بتقنيات النانو والشغل بتاعنا وما يسمى بالأنظمة الذكية للتوصيل، توصيل الدواء ده، قدرنا ندخله جوه الخليه لاماكن معينه جوه الخليه احنا عايزينها. يعني في ابحاث دخلناها للنواه عشان يبدا يحطم الايه الجزء او الدي ان ايه الخاص بالخلايا السرطانيه، او في ابحاث اخرى لسه منشوره في مجله محترمه اسمها ساينتيفيك ريبورت تبع سبرينجر نيتشر، قدرنا نوصله لمصنع الطاقه
داخل الخلية السرطانية اللي هو ما يسمى بالميتوكوندريا. يعني الميتوكوندريا بتاعت الخلية السرطانية بتموت نفسها بنفسها، بنسميه بروجرامد سيلدس، أو الخلية بتموت نفسها بنفسها، وبالتالي برفع كفاءة القدرة العلاجية بتاع الدواء مع الحفاظ على الخلايا السليمة من أي أعراض جانبية. يعني أنا كده بعطل الميتوكوندريا، لأن دي المصنع الذي يولد الطاقة في الخلايا، فأنا بعطل الميتوكوندريا بتاع الخلية السرطانية نفسها، بوقفه بنسفه، وبالتالي الخلايا ما يبقاش في عندها طاقة للتكاثر أو الانقسام بمعنى أدق، وبالتالي طبعاً. ما تتحقق خلاص. وبالتالي احنا كده ايه، كأنك حضرتك يا أستاذ يوسف مش بس بتحل المشكلة بحسن التصويب، ولكن كمان تصويب أدق. يعني بدل ما كنت هدفك بس مجرد انك توصل الدواء ده لجدار الخلية المسرطنة، توصلها كمان جواها عشان تؤدي الغرض بكفاءة عالية، وبالتالي جرعة أقل، أعراض جانبية تكاد تنعدم، فعالية أعلى إلى آخره. فطبعا دي تقنيات حديثة جدا، وهنا حضرتك أنت ما تعملش مع دواء جديد، هذه الميزة في الموضوع. لا تصنع دواء جديد، أنت أيوه. بتروح، لأن طبعا عشان تصنع دواء جديد حضرتك بتتكلم في سايكل، السايكل دي ممكن تقعد من 15 ل 20 سنة. صح. وأثناء السايكل دي يثبت إن الدواء ده فعال على البني آدمين أو لأ. وعلى فكرة السايكل دي بيسموها 1 بليون دولار انفستمنت، يعني طبعاً. الشركات بتصرف على الدواء طبعا معروف ما يقارب المليار دولار. صحيح. مين هيتحمل ده؟ إنما لما بالتقنيات الحديثة تبدأ تحل المشاكل بتاعة الأدوية الموجودة في السوق العالمي وتطورها بتقنية سهلة وكمان يسهل الموافقات عليها، لأنك ما بتبدأش الحدوتة من البداية، طبعا ده بالنسبة لنا ده تخصص واعد وحاجة مهمة جدا. لازم مصر ودولة بحجم مصر تتبنى هذه النوعات من التقنيات ونقدر ننافس بيها، لأن دواء واحد لو اتعمل بشكل صح ممكن يدخل اقتصاد كامل لدولة. دواء واحد يقدر يكسب دولة قوتها الناعمة. دواء واحد لو اتطور في بلد زي مصر يقدر يرجعها لمكانتها المستحقة، وأكيد حضرتك تتفق معايا في الكلام. طبعاً. طب دكتور إبراهيم، هذه التقنية خلاص اتجربت وأثبتت نجاحها وكل حاجة؟ بالظبط، بس إحنا بنقف دايماً عند الأنيمال مودلز أو حيوانات التجارب، لأن طبعاً موضوع التجارب السريه ده لسه في مصر، لسه الموضوع محتاج وقت، ولسه القوانين أيوه. بتعد، وان شاء الله تعالى املنا في ربنا كبير ان الكلام ده المرحله بتاع التجارب السريه يتم اعدادها بشكل كويس عشان تساعدنا وتساعد كل الزملاء اللي بيشتغلوا في الحاجات لازم. دي ان احنا نطلع حاجه للبلد كويسه نفتخر كلنا بيها ان الحاجات دي خارجه من جوه مصر. لازم 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 حقيقي لازم، لأنه مش هينفع نصل للدرجة اللي احنا عايزينها من الارتقاء العلمي والبحث العلمي وان احنا نعود لاحتلال مكانتنا اللي حضرتك لسه ذكرتها دلوقتي دون أن يكون لدينا قانون واضح زي القوانين اللي بتحصل في العالم حول التجارب السريرية، وبالتالي نقدر نفعل تجاربنا دي هنا، وبالتالي تبقى الحاجة دي بتاعتنا احنا فنحتل مكانتنا، وبالتالي حضرتك ساعتها تاخد جايزة نوبل، مش كده ولا ايه؟ وبقول لازم يتعمل قانون زي كده وبالتالي يفعل فيما بعد اصدار هذا طبعاً. القانون والموافقه عليه، فنصل الى انه نصل الى المكانه اللي حضرتك ذكرتها، ومن ناحيه اخرى دكتور ابراهيم برضو يترشح لجائزه نوبل بالضروره. الله يكرمك الله يكرمك والله العظيم. هدفنا، بص يا استاذ يوسف، مصر دوله كبيره، احنا يعني مش بقول كده عشان احنا مصريين، مصر دوله كبيره وتستحق مكانه عاليه ومحتاجة ترجع، وده هيحصل إن شاء الله، يعني بإذن الله في خطة جادة جدا دلوقتي إن مصر تستعيد مكانتها المستحقة بين الدول وبين العالم كله، ولن يتحقق هذا إلا بالبحث العلمي. البحث العلمي يقدر يبني اقتصاد قوي، البحث العلمي يقدر يعمل سمعة طيبة ويعيد لمصر مش بس مكانتها، يعيد لها كمان قوتها الناعمة، زي ما بنقول بنفتخر بمصر في الفن والأدب، لازم كمان العلم يبقى برضه معاهم في المقدمة. دكتور إبراهيم، أولا أنا بشكرك جدا، ثانيا اسمح لي أنه مرة تسمح لنا بأن احنا نتشرف بأن احنا نيجي ونزور معملك في مدينة زويل. ده مهم جدا. تشرفونا يا فندم. طبعا تشرفونا. لا ده احنا حقيقي نتشرف، لأنه ده بالنسبة لي مهم جدا، لأنه أنا بعتقد دايما أنه جزء كبير من الأدوار اللي لازم تلعبها البرامج والإعلام والصحافة هي مسألة إعلاء قيمة العلم والبحث العلمي في نفوس المواطنين، وبالذات نفوس الأطفال والنشء الصغير اللي يكبر على أهمية وقيمة العلم. حقيقة يا دكتور أنا فخور وسعيد ومتشرف جدا بهذه المكالمة. تسلم يا فندم، تسلم.
واتمنى اتمنى انه يتم اعتماد هذه التقنيات بشكل تام وكامل، ونبقى اول بلد باعتبارها ان شاء الله مصر يطلع منها خير كبير باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا دكتور ابراهيم الشربيني، عالمنا المصري الكبير الرائع المحترم بمدينه زويل. انتم متخيلين يعني ايه تقنيه زي دي ممكن تساهم في علاج الملايين حول الكره الارضيه، الملايين دون اي مبالغه. تقنيه زي دي تعالج ناس تعاني من سرطانات في المخ، وده بالمناسبة المرض يعني اللي أدى إلى وفاة أبويا الله يرحمه، وتقنية تؤدي إلى علاج سرطانات الكبد، وأنه هذا النجاح يؤدي إلى نجاح آخر، فنلاقي أنه التقنية يتم تطويرها لعلاج أنواع أخرى من السرطانات. تعرفين يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب فيخلي حد زي دكتور إبراهيم يطور هذه التقنية مع فريقه البحثي، فيساهموا في أنه ناس تعيش وتستكمل حياتها لأجل أحبائهم، مش بس الاتنين اللي احنا حاطين عليهم السؤال اللي هو مين أكتر أو أهم اتنين في حياتك، وجاوبوا على السؤال ده بالمناسبة على الفيسبوك، لكن كل أحبائك. ثق انه اصدقائك الحقيقيين بيحبوك عايزينك تعيش، ثق انه عيلتك زوجتك بنتك ابنك امك وابوك اخواتك زملائك عايزينك تعيش، بيحبوك من قلوبهم. يعني انا طبعا بتكلم عن الناس اللي بتحبك بجد يعني مش المصالح. فانت متخيل اللي بيعمله دكتور ابراهيم وفريقه البحثي بيعمل ايه في العالم؟ حقيقي انا بقعد افكر كبني ادم انه احنا لازم فعلا يعني برلماننا المحترم يشتغل على مثل هذا القانون، قانون التجارب السريرية، علشان القانون ده هيؤدي إلى نهضة حقيقية في البحث العلمي، وهيؤدي فعلا إلى أنه مصر تتحط في مكانتها الرفيعة في مجال البحث العلمي على مستوى العالم. مصر مليانة عقول، مليانة عقول. بالمناسبة إنتاج مصر العقلي الفكري أكبر دولة على مستوى العالم تصدر عقولا، مش بس الإيد العاملة، علماء، علماء بالمعنى الحرفي لكلمة عملاء، علماء، عملة إيه بس؟ علماء أجلاء، حاجة تشرف بصراحة. طيب تعالوا نروح لحاجة تانية خالص. في كفر الشيخ الأشجار اتحولت في شوارع المدينة للوحات فنية ناطقة تعبر عن الحضارات والعصور اللي شهدتها مدن وقرى محافظة كفر الشيخ. بقى في لمسة جمالية في التعامل، يعني هو نبت الرحمن دايما جميل، أي شجرة أي نبتة أي حقيقي بتبقى جميلة. أنا من الناس اللي تحب تشوف الزرع والخضار طول الوقت، أمنية حياتي إن أنا أعيش في محيط كله أخضر حواليا، زي ما كده مثلا أمنية حياتي أشوف جبل المقطم عامل زي جبل لبنان أخضر على رأي ستة فيروز، أخضر وحلو، يا أخضر يا حلو. طيب فطالبات كلية التربية النوعية هناك في كفر الشيخ عملوا هذه اللمسة الجمالية والتي نالت إعجاب الأهالي. هنشوف تقرير، بس أنا عايز حاجة بقى. أنا دايما بقعد أفكر هو إحنا ليه عمليات ومشروعات التشجير بتاعتنا في مصر، أنا بقترح ده جدا يعني جدا، إنها تبقى أشجار مثمرة، يعني مش بس أشجار جميلة خضراء رائعة شكلها جميل وبتاع، أشجار مثمرة. يعني أنا بقعد دايما كده أتصور يا سلام سلم لما يبقى مثلا، مثلا انتوا عارفين ان هو الجزء اللي في النص في طريق مثلا مصر اسكندريه الصحراوي ده شجر زيتون، تخيل انه يبقى شجر زيتون وبرتقان مثلا، يعني تخيل ان احنا نمشي في الشارع فيبقى الصفين بتوع الشجر اللي حوالينا مثلا ليمون ونخل بلح ايا كان نوعه، يبقى خوخ، يبقى حاجات مثمره. والله ليه؟ أولا بيبقى شكلها حلو جدا ومبهجة جدا، التناغمات اللونية ما بين الأخضر وألوان الثمار بقى، ده برتقاني وده أحمر وده أصفر وده بني وده مش حاجة جميلة جدا جدا، مش متخيلين بيبقى شكلها حلو إزاي. وزهور الفاكهة بتبقى شكلها كمان جميل قبل الإثمار. ومش بس كده، أي حد من حقه يقطف ويأكل بالمناسبة، بس ما يطمعش يعني، يعني اقطف وكل، مفيش داعي تاخد حاجة وبعد كده ترميها. فكرة
فكروا فيها. خلونا نشوف التقرير وبعدين نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. الأول بنشتغل، بس الكلام ده حصل بقاله 3 سنوات، يعني كنا بنشتغل جوه الكلية وبنعمل شغل إبداع يعني، بس ما كانش حد حاسس بينا والولاد مش حاسين إن شغلهم متشاف. فقعدت معاهم في يوم وقلت لهم إيه رأيكم نبتدي نخرج بره؟ في اللي وافق وفي اللي خاف من طبعا حد يضايقهم من اللي رايح ومن اللي جاي وكده. خدت رأي رئيس الجامعة، قال لي فكرة جميلة جدا، دعمني، والمحافظ كان برضو وفر لنا الخامات كلها. ده مشروع سنة رابعة منزلينه، فالدكتورة حبت ان احنا نعمل، بما ان احنا تربية فنية فان احنا يبقى لينا دور في تجميل المحافظة. فايه اللي احنا عملناه؟ احنا طبعا في حاجات كتيرة قوي الولاد عم بيعملوها كل سنة بتتغير، فالسنة دي قلنا ان احنا نجمل الشوارع بالشجر. الشجر ده هو محك لكل حد رايح جاي قدامه، اي حد ممكن بيقف تحت شجره بيتضلل تحتها، فلازم يبقى شكلها حلو وملائم لشكل البيئه. احنا كمان يبقى الكلام اللي احنا بنقوله اللي بندرسه للطلبه يبقى ظاهر في شغلنا في الشجر في الشوارع وكده. نماذج متميزه جدا من الطلبه والطالبات في كليه التربيه النوعيه في مشروعات بتاعتهم، وفي منهم اللي دلوقتي ليهم مشروع خاص و بدأ يعمل ماركتينج أو براندينج للمنتج بتاعه، وإحنا بنساعدهم على كده، وده دورنا وواجبنا. وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية النابغين والموهوبين من الطلاب وتوفير كل الإمكانيات عشان هو يقدر يعني يعمل فرق ويكون رائد من رواد الأعمال ويكون قادر على أنه يوفر فرصة عمل بعد التخرج لنفسه ولزملائه. فده واجبنا وده الدور اللي إحنا المفروض نقوم بيه، وإحنا حريصين نقوم بيه على أكمل وجه. بدأنا اللي احنا اول حاجة نشوف الموقع اللي احنا هننزل فيه ونشوف الحاجات المناسبة اللي احنا ننفع نعملها فيه، تمام. بس بدأنا الدكتورة والكلية وفرنا الخامات وبدأنا ان احنا ننزل بنشوف الاماكن معينة وبننزل تصميمات بتكون لايقة مع الموقع اللي احنا فيه، موقع جمالي اللي هو موقع قدام محافظة كفر الشيخ، تمام. وبدأنا ان احنا نفذناه مع زملائنا. بس انا شايفه ان المشروع ده مهم جدا، ان هو شويه بينشر الوعي الفني، بيجمل المكان، يعني الجناين بتاعه المحافظه قدرنا نجملها بمنظر الشجر، وده على طول المكان هنا، المكان كله شكل الشجر مختلف وشكله جميل احسن ما كان بس يبقى مجرد الخشب كده، بس ده شكله بقى احلى، ادينا منظر للمكان. الناس بقت بتقف تتصور مع الشجر، لما جينا حتى نزلوا لنا صوره واحنا شغالين في الشجر ده على صفحه المحافظه، الناس كلها كانت مبسوطه بيه وبيقولوا قد ايه الموضوع فارق معاهم وفارق في منظر المكان. هذا البرنامج أظن كلنا بنستخدم أبليكيشنز، مش كده؟ كلنا بدون استثناء، كلنا تقريبا أي حد بيستخدم تليفونات ذكية بيستخدم الأبليكيشنز، أيا كان نوع الأبليكيشن أنت بتستخدم أبليكيشن. طيب النهاردة أنت استخدمت أبليكيشن اسمه يلا؟ طبعا لا، لسه أقول لك ليه. عشان النهاردة كان حفل إطلاق تطبيق يلا، أول سوبر آب فائق الذكاء في مصر، بيقدم أكتر من 160 خدمة. طيب إيه أنواع الخدمات؟ مثلا خدمات بريدية، خدمات اجتماعية، خدمات مالية، ده على سبيل المثال للحصر. طبعا ده على الهواتف أو التليفونات الذكية، ده ضمن استراتيجيتنا في مصر للتحول الرقمي، الرقمنة، وبالتالي تصبح الخدمات الخدمات الرقمية واستخدام التطبيقات التكنولوجية تبقى طول الوقت في نطاق استخدامك، في خدمتك، تحت أمرك. التطبيق بيستهدف بالمناسبة خدمة كل فئات المجتمع، الكل دون استثناء، كل الأعمار السنية هتقدر إنها تستخدم هذا التطبيق، على رأسها كما جرت العادة الشباب
اللي هم الأكثر دائما استخداما للتطبيقات وللتكنولوجيا وهكذا. الهدف هو توفير الاحتياجات المختلفة، زي مثلا أحول مرتبي، زي مثلا خدمات الإيداع، زي مثلا خدمات السحب، خدمات هو حاجات مصرفية جدا، إرسال الحوالات. فاكر انت الحوالة بتاعت زمان اللي كنت تاخد بعضك وتنزل وتروح تعمل حوالة وتاخد الوصل والحوالة تروح للشخص والشخص يروح بعد كده على المكتب ويستلم الحوالة حدوتة كده؟ لا، الكلام ده بعد كده هتلاقيه على التليفون. بالإضافة لإيه؟ لخدمات تانية، زي بتدفع فواتيرك، زي تشتري عبر الإنترنت. وطبعا انت هيجيلك المكافأة، لازم على طول اديني المكافأة، نقاط حضرتك بقى تقدر تستفيد بهذه النقاط في انك انت بتاخد قسائم من الشراء، هتاخد بقى حاجات تقدر تشتري بيها من محلات مختلفة وبضائع مختلفة، برضو خصومات مختلفة، خدمات كتير هتلاقيها عن تطبيق او على تطبيق يلا. بالمناسبة تطبيق يلا فاز بجائزة الابتكار لسنة 2021 من اتحاد البريد اليورو متوسطي واللي بيضم 15 دولة. احكي لك ولا تشوف التقرير؟ انصحك تشوف معايا التقرير ده، حلو مفيد يعجبك. تطبيق يلا يقدم حزمة ثرية من الخدمات المالية، تعتبر نقلة نوعية في مضمار الشمول المالي وفي نوعية الخدمات المالية التي يقدمها البريد للمواطن المصري، تمتد لتشمل كل خدمات التحويلات والسداد والتجارة الإلكترونية والقروض الصغيرة ومتناهية الصغر والتأمين متناهي الصغر والتأمين والقروض الاستهلاكية، كل هذه الخدمات وغيرها الكثير، الاستثمار في البورصة بمبالغ تبدأ بمئة جنيه، كل هذه الخدمات وغيرها الكثير باتت في راحة يد المواطن يتحصل عليها بضغطة زر من خلال تطبيق يلا الذي يطلقه البريد المصري اليوم. النهاردة البريد المصري فخور بإطلاق الخدمة، خدمة تطبيق يلا سوبر أب. يلا سوبر أب هو تطبيق بتقدر تنزله على المحمول بتاعك، بتحصل على خدمات مالية، خدمات مصرفية، تقدر تقوم بعملية تحويل من حساب لحساب، تقدر تدفع الفواتير، تقدر تستخدمه في الشراء التجارة الإلكترونية، تقدر تستخدمه في شراء الأدوية، كل ما تحتاجه تقدر تقسم الفاتورة بتاعتك أنت وزمايلك أنت وأصدقائك، تقدر أيضا تعلن لأصدقائك والمعارفك اللي منزلين الأبليكيشن دي أن أنت في احتياج لفلوس، وبتجي لهم رسالة وبتجي لهم صوت يقدر يصرف منه ويحول لك الرسالة. النهاردة التطبيق ده بيكلم الشباب وبيكلم كل المستخدمين، بيكلم عملاء البريد اللي أكتر من 25 مليون عميل، وإن شاء الله يكلم كل الجموع الشعب المصري. التطبيق سهل جدا استخدامه، بيدعم الواجهة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. من خلال التطبيق بتقدر تعمل حوالات، بتقدر تعمل مدفوعات، بتقدر تدفع فواتير. التطبيق كمان ممكن تعمل له برمجة كمان ويدفع فواتيرك كل شهريا تلقائيا. في خدمات تانية غير مالية زي ما كلمنا، منها خدمات تجارة إلكترونية، بتبراوز الابليكيشن وبتشوف مئات الالاف من المنتجات وتقدر تشتريها وتدفع بكارد يلا وبتوصل لك المنتجات من خلال البريد المصري على البيت. اليوم بنشوف ان احنا بالسوق المصري عم تكبر وعم بيكون سوق فيه ديناميكيه كثير خاصه. ليه النتورك تبع فيزا او شبكه فيزا مهمه للفينتكس؟ لانه نحن بنجمع كل العناصر شبكة المدفوعات، وأكيد لما منساعد الفينتكس أنه تكبر وتوصل لعدد الأكبر من الشرائح والمستهلكين، وخاصة الناس اليوم اللي ما عندها وصول إلى خدمات مالية، فأكيد هيدا بيساعد على الشمول المالي بكل أكيد بكل الدول اللي بنشتغل فيها، وخاصة اليوم مع هيدا الشراكة بمصر. لا ده تطبيق رائع. المسألة بقى كمان دخلت في مسألة انك انت عن طريق يلا تقدر تعمل قروض، تقدر تعمل تأمين، مش بس انت بتعمل كل حاجة، وتقدر تإنفست او تستثمر في البورصة. حاجة محترمة جدا، نحيي عليها قطعا البريد المصري.
قطعا مما لا شك فيه. نحيي عليها قطعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نحيي عليها قطعا كل واحد قعد اشتغل في التيم اللي عمل تطبيق يلا. برافو برافو برافو، حاجة محترمة فعلا، حاجة تشرف، حاجة تسهل علينا ملايين المعاملات، أو خليها يا سيدي آلاف المعاملات اللي أنت بتقوم بيها في حياتك، حاجة كويسة جدا جدا. طيب خلونا ننتقل لموضوع تاني. وزارة التعليم العالي بتطلق تحذير على إيه؟ أقولك، إحنا عارفين بعد ما بنخلص الثانوية العامة ولادنا بياخدوا الثانوية العامة على اختلاف شهاداتها وما إلى ذلك، وبيبقى الناس طول الوقت تفكيرها في أنه طيب أنا هلتحق بكلية إيه في جامعة إيه. حلو، علشان ألتحق بكلية إيه في جامعة إيه لازم أبقى دقيق جدا في اختياري. يعني إيه أبقى دقيق جدا في اختياري؟ يعني أولا وأنا بختار بالتأكيد لازم أختار الحاجة المتفقة مع ميولي والحاجة المتفقة مع المواد اللي أنا درستها وامتحنت فيها ودرجاتي فيها، يعني قدراتي على تحصيل العلم من خلال هذه المواد اللي أنا امتحنت فيها وأنا في الثانوية بتاعتي أو في حصولي على شهادة الثانوية. بس كمان في حاجة مهمة، إن سيادتك تبقى دقيق وحذر وانت رايح تقدم ورق ابنك أو بنتك أو حضرتك إذا كنت اللي هتقدم بشكل مباشر لنفسك في الكلية في الجامعة في المعهد جوه مصر برا مصر إلى آخره. لازم تتأكد إن ده مش نصبايا، لازم تتأكد إن ده مش شيء وهمي. فوزارة التعليم العالي بتقول لو سمحتوا يا جماعة احنا بنطلق تحذير اهو، خلي بالكوا في كيانات وهمية ومعاهد غير مرخصة، وبيتعمل بالفعل لجنة لضبط هذه الكيانات الوهمية، لضبط هذه الكيانات غير المرخصة. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير ازيك يا استاذ يوسف، مبروك حضرتك. طيب ازاي صحه حضرتك وحضرتك بالصحه والسلامه؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل، هل فعلا لسه في ناس بتنصب على المواطنين بدعوى ان هذا معهد وهذه كليه وهذه جامعه وبتبقى كيانات وهميه، ودور الوزاره ايه في ده يا فندم؟ للاسف حضرتك طبعا بتتكلم بمنتهى الصراحه، احنا في مكتب التنسيق، وايام مكتب التنسيق حضرتك تفضلت وقلت كل الكليات موجودة على موقع التنسيق. صحيح. عندنا في كل جامعة، في كل محافظة جامعة حكومية، وعندنا 27 جامعة خاصة، وعندنا 182 معهد خاص، وعندنا 45 معهد حكومي، وعندنا جامعات أهلية وجامعات دولية، يعني عندنا جميع أنواع التعليم موجودة في مصر. للأسف إن بعض الطلبة يحلو لهم إنهم يروحوا قدامه في كيان غير معترف به أو غير معتمد. إحنا بنقول للطلبة اي حاجه او اي كيان مش مسجل او مش موجود على موقع وزاره التعليم العالي فهو كيان وهم، والوزاره تكليف المعالي الوزير وبيساعدنا في هذا جميع الاجهزه المعنيه في الدوله لمحاربه هذه الكيانات، لان هي بتتاجر باوهام الطلبه، وبعدين بتوهم الطلبه ان انا بديك شهاده في السياحه في التمريض في العلاج الطبيعي، بتختار نوعيه من التعليم تجذب الطلبه ليها يعني. ايوه. طيب الوزارة أكيد عاملة لجنة علشان خاطر تقدر تعمل ضبطيات لهذه الكيانات الوهمية. طبعا. كويس. نشاط اللجنة دي بدأ بقاله قد إيه، وهل هو مستمر في هذا النشاط؟ بيقوموا بعملهم إزاي؟ إحنا بقالنا 5 سنين بنواجه هذه الكيانات الوهمية، يعني إحنا من 5 سنين اللي عندي دلوقتي يعني داهمنا أو قفلنا 268 كيان وهمي، ولجنة ضبطية القضية منتشرة في جميع المحافظات، يعني بكرة اللجنة موجودة في مكان وبعده موجودة في مكان، وأي مكان بيتاجر بأوهام الطلبة الوزارة مش هتسيبه يتاجر بأحلامهم وبيلعب بمصائر الطلبة، فاحنا بننصح الأماكن دي. وبعدين في برضو يا أستاذ يوسف، أيوه، في دور كبير على الطلبة أولياء أمورهم. أولا الطالب وولي أمره عارف إن هذا الكيان غير معترف به من وزارة التعليم العالي، يعني أنا معظم الطلبة يجي يقول لك أصل إحنا عارفين هم ضحكوا علينا، الكلام ده ما ينفعش. الطالب ولي أمره، وإحنا كل أسبوع أو كل أسبوع بنزل ثلاث أو أربع
بيانات إعلامية بنحصر الطلبة من هذه الكيانات، وللأسف زي ما يكون الطالب مصر إنه يروح لهذا المكان. إيه بيبقى سر الإصرار من خلال متابعتكم وملاحظاتكم يا فندم؟ طبعا الكيان الوهمي ده طبعا صاحبه بيبقى يعني بيتلاعب، يعني بيشوف الطالب ايه الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا كده ماشيه في السوق يعني يعني ايه تمريض، علاج طبيعي، سياحه، فندقه، الكلام اللي الطالب او ولي الامر يشوف ان الطالب ده ممكن يلاقي فرصه عمل بعد كده. وللاسف ان الطالب يروح هذا المكان وبعد 3 4 شهور او سنه يجي يرجع لنا كوزاره يقول لنا انا رحت المكان ده واتنصب عليا. فاحنا بننصح الطلبة وبنقول لهم الدولة مش مقصرة في توفير جميع الأنواع التعليم في مصر، حكومي، أهلي، خاص، جامعات تكنولوجيا، جامعات أهلية، كل أنواع التعليم موجود في مصر. إيه اللي يجبر الطالب أو ولي أمره إنه يتوجه لهذا الكيان اللي هو غير معترف من وزارة التعليم العالي؟ إحنا عندنا جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بيها والشهادات المعدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات دي موجودة على موقع وزارة التعليم العالي. حلو جدا. طب اخيرا معلش الكلام بيجيب بعضه يا فندم، افترضنا ان ولي الامر عاوز يا ابنه يتعلم في مكان ما خارج البلاد، هل برضو على موقع الوزارة هلاقي الجامعات والاماكن التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي المصرية؟ تمام، الكلام كويس قوي ان حضرتك اتكلمت في النقطه دي. جميع المؤسسات التعليميه اللي في الخارج المعادله شهاداتها في مصر ده موجوده على موقع المجلس الاعلى للجامعات. حلو قوي. اصل احنا في جيلي زمان كان حضرتك اكيد تتذكر ده كويس طبعا. كان في بعض الطلبه ما جابوش مجاميع بتاعه كليات الطب في جامعات مصر فسافروا على جامعات في رومانيا والمجر وبعض من دول أوروبا الشرقية. البعض تمام. التحق بجامعات معتمدة وكويسة وتمام، والبعض وقع في الفخ. تمام، كنا ده بيحصل زمان بقى، يعني أنا ليا أصحاب وقرايب وقعوا في الفخ ده وكانت طبعا حدوتة يعني. كلنا نعرف ناس وقعوا في هذا الفخ ده دلوقتي خلاص ما بقاش ينفع يبقى موجود لأنه كل حاجة موجودة عندي على الموقع بتاع الوزارة، صح كده؟ كل الجامعات المعترف بها على مستوى الدول العالم موجودة على موقع المجلس الأعلى للجامعات. يعني الطالب قبل ما يسافر يخش يدخل على موقع المجلس الأعلى للجامعات يشوف الجامعة دي إيه، لأن ممكن الطالب يروح هناك ياخد شهادة وهي مش معدة في المجلس الأعلى للجامعات. يبقى الطالب صرف فلوس وضيع من وقته وضيع من عمره ويرجع تاني يلاقي الشهادة دي مش معدة من المجلس الأعلى للجامعات. وبعدين في النقطة دي بتاع الجامعات اللي الطلبة كانوا بيسافروا ليها في الخارج، الدولة جابت فروع جامعات دولية موجودة في مصر. يعني الطالب انا برضو اقول كلمه مزبوط. الطالب ما عادش له حجه ان هو يقول لك انا هسافر اتعلم بره، في فروع جامعات اجنبيه محترمه موجوده في مصر، جامعات خاصه موجوده في مصر، كل انواع التعليم موجود في مصر مظبوط. وعندي جامعات اهليه يعني. عامله بروتوكولات مع جامعات كبيره موجوده في امريكا وفي اوروبا وفي اليابان، انا عندي كل حاجه، كل حاجه موجوده في مصر، كل انواع التعليم موجود في مصر. اللهم زيد اللهم بارك. أنا بشكرك جدا جدا على هذه المداخلة وعلى هذا الإيضاح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي. هنستأذنكم هنروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل في حاجة مهمة جدا قوي خالص. طب استنوا قبل ما أقول لكم الفقرة إيه بقى، مين أهم اتنين في حياتك؟ اكتب على الفيسبوك هتلاقي البوست مين أهم اتنين في حياتك وجاوب على السؤال الهام والمحوري. طيب فقرتنا هتبقى على إيه؟ بما أن احنا بنتكلم عن التعليم، التعليم بالطبع هو بيبدأ من اللحظة الأولى اللي ابنك أو بنتك بيخشوا فيها في مرحلة الوعي، يعني 3-4 سنين فيبدأ يخشوا بقى على الحضانة، في الابتدائي، في الإعدادي، في الثانوي. في الثانوي بيبقى في قدامنا أكتر من اختيار، إما أن أنا أكمل فيما نطلق عليها الثانوي التقليدي اللي هو شهادة الثانوية العامة العادية، أو أن أنا أخش في التعليم الفني. والتعليم الفني ده بالمناسبة من أهم أنواع التعليم في العالم، من أهم أنواع التعليم في العالم. هناك دول بنت مجدها الصناعي والاقتصادي بسبب التعليم الفني، من أبرزها ومن أهمها ألمانيا على سبيل المثال، قلعة الصناعة العالمية. طيب إحنا عندنا التعليم الفني؟ أيوة، بدأنا في الفعل مشوار التطوير. طب إيه هو شكل التطوير وإيه هي شكل النتائج اللي إحنا مستنيينها من هذا التطوير، خصوصا بعد ما اتعمل الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني؟ النهارده
ضيفنا وينورنا الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بالتحديد. استنونا. ايه ده؟ انا بقى مشغول في التليفون في ايه؟ اصلا نزلت ابلكيشن يلا. اه بجد والله. وبعدين وانا بقى بنزله فاكتشفت انه ابلكيشن يلا ده حضرتك تستخدمه في مصر ان اردت ان تكون في الامارات تستخدمه، ان اردت ان تكون في المملكة العربية السعودية برضو تستخدمه. بمناسبة السؤال قبل ما نبدأ الفقرة بتاعتنا، هتلاقي احنا قلنا مين اهم اتنين في حياتك. خالد بيقول الله وسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل والملائكة وآل البيت وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك أجمعين. اللهم أمين. خالد قولي أهم اتنين. كل ده صح 100%. أنا بتكلم على اتنين عاديين في حياتنا العايشين معنا دلوقتي، محمد الله الواحد الأحد ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهلي. ما شاء الله ربنا يا رب يبارك. تاني محمد، أنا عايز اتنين أسامي ألقاب، بابا وماما، ابني وبنتي، أخويا وخالي، مراتي وعمتي، يعني إذا سمحت. هالة أمي وصديقتي وأختي وبنتي وقدوتي ومثلي الأعلى وتوأم روحي رحمها الله، كانت ولا زالت وستظل دائما أهم شيء في حياتي، ما فارقتنيش ولا هتفرقيني لحظة. أهو ده الكلام يا هالة. طيب ماشي، تعالى نشوف مين كمان. عبد الله عمال يبعت لي تباعا. احمد بيقول امي وابي رائع، ربنا يخليهم لك يا رب. طيب على ما تجيلنا بقيه الردود حضراتكم تقولوا لي اهم اتنين في حياتكم مين. خلونا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. منورنا يا فندم. شكرا يا فندم. ازاي صحه حضرتك؟ الحمد لله فندم. كله تمام الحمد لله. يمكن هحاول الأول بمقدمة ما حضرتك اللي هتتفضل بيها أهمية التعليم الفني في النهضة الاقتصادية والصناعية لأي دولة ولأي مجتمع. بص حضرتك، هو لو في أي دولة عايزة تعمل تنمية اقتصادية أهم شيء تهتم به طبعا هو الفنيين اللي بيقودوا صناعتها وزراعتها وخدماتها، لأنه ده العامل الأول اللي بيسأل عليه المستثمرين الأجانب أو حتى المستثمرين المحليين. طبعا يعني أما مصر عملت منطقة قناة السويس مثلا عشان تجذب الاستثمار الأجنبي في منطقة كبيرة جدا من العين السخنة لغاية بور فؤاد وبور سعيد، كان بيجي مستثمرين كتار من أوروبا، وأول حاجة بيسألوا عليها إحنا عايزين الفنيين. شو حضرتك حتى بيسألوش على المهندسين الأول، لأن احتمال الأكبر المهندسين يبقوا من عندهم. فلما بيتقال إنه والله موجود في كذا وكذا وكذا، لو ما لقوش اللي هم عايزينه بيبقى قدامهم يعني مجموعة من الاختيارات، يا إما إنه يجيب من جنوب شرق آسيا يا إما يرجع. فطبعا ده ما يساعدش يعني التنمية الاقتصادية. لما تشوف حضرتك مثلا شركة زي شركة زهرة مثلا، التكنولوجيا اللي هي بتستخدمها في استكشاف الغاز في تحت المية تكنولوجيا عالية جدا، يعني دي السينيور فيها بيبقوا مهندسين طلينا وبعضهم مهندسين مصريين، إنما ما يلاقيش كل المهندسين المصريين في مصر برضو، يعني أقبل إنه يجيب من بره فديا، إنما ما ينفعش يجيب فنيين. خصوصا إن بلد زي مصر مختلفة شوية عن البلاد المحيطة، إن إحنا عندنا الشباب اللي في مرحلة التعلم نسبتهم عالية جدا من السكان. يعني إحنا عندنا 40% من السكان في مرحلة التعلم. 40%؟ يعني 40 مليون مواطن؟ 40 مليون مواطن في مرحلة التعلم، في اللي هو ما وصلش للسن اللي هو خلاص استقر في شغلته. عندنا مثلا اللي في المدارس بتاعة التربية والتعليم وصل دلوقتي إلى 25 مليون مواطن. طبعا من كي جي 1 وكي جي 2 لغاية لحد ثالثة ثانوي وخمسة ثانوي إلى آخره. يعني الحاجة يعني اللي أحب أقولها إنه الاهتمام بالتعليم الفني ما بقاش يعني زي ما تقول حاجة موضة أو إن إحنا نبقى مثلا متقدمين دوليا، ده مش كافي. المهم إن الولد أو البنت اللي بيتخرج من التعليم الفني يبقى عنده المهارات والمعارف والسلوكيات معلش يعني اللي يقبل بيها المستثمر الأجنبي.
حلو جدا. آه. طيب ده معناه انه انا بطور نسق التعليم ومناهجه وتقنياته، وايضا اذا صح التعبير بتاع زمان ورشه، بس اظن كمان الموضوع دخل فيه التكنولوجيا، مش مجرد الورشه العاديه بتاعت مدارس التعليم الفني زمان. كلام حضرتك مظبوط، لانه اللي احنا التحدي اللي قدام مصر في تطوير التعليم وفي تطوير التعليم الفني انها بتسابق التكنولوجيا. يعني الكلام ده لو كان احنا كنا قريب مع الدكتور طارق في فنلندا، ففنلندا كانت يعني لغايه سنه الحرب العالميه الاولى 1920 كانت محتله. كانت روسيا محتله طبعا، وبعدين طبعا الجو والسكان والموارد اللي موجوده في فنلندا يعني وحشه جدا. درجه الحراره في برد قارص، طبيعه جبليه وعره جدا، عدد السكان مش كبير. كل اللي موجود هو غابات، حتى غابات يعني مش قويه قوي. فالناس يعني وزيره التعليم شرحت لنا انه ما كانش قدامهم، يعني قعدوا شويه كده يفكروا بعد ما الاحتلال بتاع الروس خلص لغايه سنه 70 او 60، بين 60 و 70 بداوا يفكروا طب احنا هنعمل ايه، احنا ما عندناش غير البشر، البشر هما اللي هنستثمر فيهم، وبالتالي لازم نعمل تعليم كويس، تعليم عام وتعليم فني وتعليم جامعي يخرج ناس متعلمين وعندهم مهارات. النهارده اول شركه بتعمل موبايلات لو تذكر حضرتك كانت نوكيا. طبعا حقيقي مش شغاله دلوقتي، انما عندهم حاجات تانية بيعملوها. جنبهم السويد، جنبهم السويد عملوا ماركه تانية. بالظبط. مثلا النهارده جودة التعليم في فنلندا دايما في أول خمسة في العالم. هو أظن البلاد اللي هي النوردكس دايما، يعني النرويج وفنلندا والسويد وهكذا بيحتلوا المراكز المتقدمة. بس فنلندا ليه بنقولها؟ لأن فنلندا اللي عندها بترول ولا غاز. النرويج جنبها فيها، في انجلترا في اسكتلندا فيها، الدنمارك عندها حاجات تانية. عندها الدنمارك مثلا من اشهر الدول في تصنيع الويند تيربنز. احنا بنجيب الويند تيربنز بتاعتنا من الدنمارك، من الدنمارك وحاجات تانية. الصناعات الغذائيه ليه؟ لان هو استثمر في التعليم. انما جو بلاد اسكندنافيا جو لا يساعد على 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 النشاط يعني. صحيح هم واخدين عليه طبعا اكتر مننا، انما الاهتمام بالتعليم هو ده ما يسمى بالاستثمار في البشر. لأن مهما كان في كنوز تحت الأرض ربنا بيرزق بها بلد معينة، فهي مصيرها إلى الزوال في وقت ما. طيب في ثقافة مصرية متعلقة بالتعليم الفني، الثقافة دي تنقسم إلى حاجتين، حاجة منهم إن الولد لو خاب هيخش تعليم فني مش هيكمل فيه الثانوية العامة العادية، والثقافة الثانية بتاعت إنه التعليم الفني هو للبسطاء وغير المحظوظين ماليا واجتماعيا، ودي ثقافة مش موجودة في الدنيا غالبا غير عند مصر زمان وعند بلاد تانية برضو، لكن البلاد المتقدمة جدا ما عندهاش الثقافة دي خالص. مظبوط كلام حضرتك، مظبوط 100%. يعني دايما المثل اللي احنا بنضرب به اللي الثقافة دي مش موجودة هو ألمانيا. وألمانيا بتعتمد في تعليمها، طبعا ألمانيا هي الاقتصاد نمرة 4 على العالم، الأول في أوروبا وأربعة على العالم. بالضبط كده، مئات بل آلاف الشركات، اقتصاد طبعا متنظم. يعني مثلا الطاقة مثلا بيعتمدوا على الطاقة النظيفة، أول بلد في أوروبا ما بقاش عندها محطات طاقة نووية. كل الحاجات الجديدة بتاعت المناخ والبيئة هما بيطبقوها أوتوماتيك قبل البلاد التانية. 70% من الطلاب في مرحلة التعلم بيختاروا التعليم الفني. يعني احنا معانا هنا عديد من الخبراء الألمان بيساعدونا في تطوير التعليم الفني بتاعنا. مش عايز أقول معظمهم يقول لي أنا والدي كان في التعليم الفني، أخويا كان في التعليم الفني. وده لا يعني إن هو تنو تكنيشن طول عمره، ده هو بيقول لي ده بعد كده خد جامعة وخد دكتوراه وخد وخد وخد. وكثير منهم من الفنيين دول اللي كانوا في التعليم الفني، ألمانيا فيها حاجة عجيبة، تلاقي المصانع في القرى، لانه المصانع كلها بادئه من الفاميلي بيزنس، يعني راجل مبتكر يبدا يطور حاجه معينه، والحاجه المعينه دي تتطور شويه بشويه لغايه لما تبقى صناعه ثقيله. يعني احنا بنتعامل مع احدى الشركات دلوقتي مع الهيئه العربيه للتصنيع في صناعه يعني تعتبر يعني يمكن ارقى صناعه في العالم، اللي هي صناعه
التصنيع الذكي اللي هو التصنيع اللي جاي في الثورة الصناعية الرابعة، اللي هو مش هيبقى فيه فني لابس اللي يسموه الانجليز بلو كولر، يعني بلو كولر اللي هو اوفرول. بالظبط كده اوفرول. انا شايف قدامي اهو دي مدارس وحاجات زي كده، وشايف طبيعه التعليم هي مختلفه عن اللي كنا بنشوفه زمان. لا الحمد لله، يعني هو ده. فعايز اقول لحضرتك الشركه دي بدات في قرى انا لسه شايف القرى دي مثلا من 3 اشهر، قرى صغيره، قريه او زي مركز عندنا هنا، وكل العمال اللي بيشتغلوا في المصنع اللي بيصنع ما يسمى بالسي ان سي ماشينز او الكمبيوتر كنترول ماشينز ومكانات الطباعه ثلاثيه الابعاد، وبيصنع هنا في مصر. المكان ده معمول مصنع يطلع الحاجات دي عشان يصدروا لافريقيا، مستخدمين مصر كزي مركز هب لافريقيا. كلهم القريه دي، العمال كلهم اللي في المصنع ده، سالت السؤال ده يعني مخصوص، سنهم بين 20 و30 سنة، ومن أهل هذه القرية. وبقى مش القرية دي، إذا حتى سألت طب معقولة المصانع دي تبقى في القرى؟ فكانت إجابتهم المرافقين بتوعي من الشركة قالوا ما هم أصل الفلاحين اللي في القرية دي هم في الشتاء الجو وحش، فما بيعملوش أي حاجة، فهم قاعدين في البيت. فبيفكروا في، يعني القرية اللي كنت فيها بالذات، في تصنيع المعدات الزراعية اللي بيستخدموها في شغله، تصنيع المنجل وكل الحاجات اللي بيستخدموها في المزرعه. سنه بسنه، سنه ورا سنه ورا سنه، حصل تطوير، وصل الى الثوره الصناعيه الرابعه. عارف حضرتك اللي جاي في الشركه دي اللي هيجي مصر قريب، ودي يمكن اخر مدرسه وقعنا البروتوكول بتاعها مع الهيئه العربيه للتصنيع من كام يوم، هو في مجالات التصنيع الذكي والطباعه ثلاثيه الابعاد. الطباعه ثلاثيه الابعاد دي هتبقى ثورة صناعية لما تخش مصر، هتسهل حاجات كتير جدا جدا. على مسألة تخش مصر دي أنا هستأذن حضرتك، هطلع فاصل نكمل فيها الكلام، لأن ده شيء مهم جدا، إنه خريجين المدارس الفنية مش هم بتوع من 50 سنة ولا حتى من 20 سنة، مش الأسطى الفورمن اللي احنا كنا بنشوفه ده، حد هيقعد يتعامل مع تقنيات وسوفت ويرز وكمبيوتر و3 دي برينتر حدوتة، يعني ده داخل عندنا في مصر أو ده بيبدأ عندنا في مصر، دي حكاية هنكمل مناقشتها مع دكتور محمد مجاهد. بس هستأذنكم برضو، وجب التنويه، السؤال اللي احنا طرحناه على حضراتكم أهم 2 في حياتك. أحمد بيقول والدي أطال الله في عمره، اللهم أمين، أمي ربنا يبارك فيها، وبحب أهلي كلهم بالتساوي والله دون فرق. أنا ناسا ماشي. بابا وأخويا إيمان، أهلي وحبيبي اللي هو اسمه إيه يا إيمان. مو بيقول الأهلي وأهلي، حلوة، حد تاني غير الأهلي يعني قولي أسماء. سما بتقول بنتي ليلى وأمي. جوجو بتقول الله ورسوله تحياتي وتحيا مصر، مزيد من التقدم والتوفيق، اللهم آمين. طيب شوفوا بقى، احنا هنرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. التعليم الفني اللي بيحصل دلوقتي في مصر حاجة تانية خالص، وبالمناسبة يعني خريجين هذه المدارس في العالم واللي بيشتغلوا في نوعيات المصانع والتكنولوجيا اللي بيستخدموها اللي اتكلم عليها دكتور محمد مجاهد، دول بيقبضوا كتير قوي برا، قوي، احيانا اكتر مني، والله اكتر مني، مش انا يوسف يعني، اكتر من الناس اللي زي حالتنا اللي بيقوموا بوظائف مكتبية وورقية عادية جدا. هنروح لفاصل ونكمل الكلام. أنا بستكمل الساين اب بتاع ابلكيشن يلا، عجباني الحكايه بصراحه. بس خلوني ارحب بالدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني، واستكمالا للكلام، فاحنا عندنا في مصر هنبدا نشتغل بالتكنولوجي بتاع الطابعات ثلاثيه الابعاد؟ ده مظبوط، هي يعني بالذات المدرسه اللي احنا دكتور طارق شوقي وقع البروتوكول بتاعها من 2 أو 3 أيام مع الهيئة العربية للتصنيع ومع إحدى الشركات الألمانية، مكونة من التصنيع الذكي زي ما قلنا، اللي هو التصنيع باستخدام برمجيات الكمبيوتر، والتصنيع بالطباعة ثلاثية الأبعاد. إيه ميزة الصناعة ثلاثية الأبعاد؟ هحاول أشرحها ببساطة.
التصنيع العادي لو انا عايز اعمل اي حاجه دي مثلا عايز اعملها بان انا اعمل ازاله معدن مثلا، فبجيب حاجه كبيره كده وبعدين اشيل منها بالمخرطه او في الفريزه واعمل التقب واعمل ده واعمل ده، كانه ده يعني عباره عن تشغيل بازاله المعدن. طبعا زمان انا اتعلمت كده وكل الناس اللي في العالم اتعلموا كده من اللي في سني واللي بعدنا كمان، هو ده كاني باهدر المعدن ده، لو المعدن ده غالي كل ده بهدره وبرميه وبستخدم بس الكوبايه. التشغيل بالطباعه ثلاثيه الابعاد عكس ده تماما، هو بيسموه باللغه الانجليزيه manufacturing by addition. addition يعني ايه؟ يعني باي ان انا بخلق الشكل. الطباعه ثنائيه الابعاد كاني بطبع ورقه مستويه، انما لما ابدا اطلع كده بقت ثلاثيه الابعاد، ولما اغير شكل الورقه كل واحد ملي هيطلع لي اي شكل انا عايزه في الدنيا. وبالتالي بقت الطباعه ثلاثيه الابعاد اولا بدات تنتشر في العالم، لها بقى تطبيقات ما كانتش تخطر على البال بالذات في مجال الطب. يعني مثلا لما يكون عايزين نزرع سنان للبني ادمين، الدرس بتاعي مختلف عن درس حضرتك، مختلف عن درس التاني، ده الدروس حتى المختلفه في بق اي بني ادم مختلفه عن بعضها. طب لو عايز ازرعهم لازم اللي بيحصل بقى دلوقتي ان انا اخد صوره بالكمبيوتر ثلاث ابعاد للدرس وبعدين اسلم الصوره دي لمكنه ال 3 دي برينتنج واقول لها ابدأي تطلع لي الدرس، يطلع لي الدرس. الاجهزه التعويضيه في بلد زي مصر عندنا للاسف احتياج لهذا، ما تيجي تصنع اي اجهزه تعويضيه لاي بني ادم، ده مش نفس الجزء التعويضي ده، هينفع لكل البشر، هينفع لده بس. فبالتالي دي يعني احد التطبيقات للطباعه ثلاثيه الابعاد اللي هي يعني هتنتشر في المستقبل. زي ما في اصبح بيوت بتتعمل بالزي برينترز. بالظبط كده، ده انا بس حبيت اقول الطب ده لان دي حاجه محتاجينها جدا في مصر، زائد انها شوف بقى حضرتك مثلا اطباء الاسنان او الاطباء الجهاز التعويضيه حاجتهم دي تتطور جدا جدا. طبعا في بقى مجال اللي هو الاشكال المعقده جدا اللي انا ما اقدرش اعملها بان انا اشيل المعدن عن طريق المخرطه او الفريزه او كده، دي بقى الطباعه ثلاثيه الابعاد امكانياتها يعني لا يعني كتيره جدا جدا، ان انا اعمل الاسطمبات المعقده مثلا. لو عايز اعمل اسطمبه لحاجه يعني البلاستيك اللي بيتحط فيه الميه المعدنيه اللي احنا بنشربها، هو ثمن البلاستيك ده، ثمن العلبه دي اغلى من ثمن الميه، احنا بنشتري اكشوال العلبه يا نهار ابيض. فعشان كده لما اعملها رقيقه جدا جدا اكسب اكتر. صح، عشان اعملها رقيقه جدا جدا محتاج اسطمبه معقده جدا، الاسطمبة المعقدة دي بتتصنع ب 3 دي برينتنج. طيب احنا وصلنا الى فين في مصر في مسألة تطوير التعليم الفني؟ انا عارف ان احنا تقريبا عندنا 60 مدرسة تعليم فني حديثة. احنا وصلنا ل 40 مدرسة. 40 اوكي، ان شاء الله يعني اسبوعين وهتبقى عندنا 40 مدرسة. دي مدارس طبعا براند جديد من التعليم الفني، نقدر نقول عليه تعليم فني نموذجي، وبينشأ هو تطوير للتعليم المزدوج. ان احنا بنعمل المدارس دي بالشراكه مع ارباب الاعمال، اصحاب الاعمال، الشركات الكبيره. عشان يبقى هو اولا بيلتزم معانا بالاستثمار في البشر اللي هو هيشغلهم عنده في مصانعه. حلو. او غيره يعني المصانع اللي خرجت طلبه تقريبا عينت 90% من الخريجين. كويس جدا، طيب كمل يا فندم. فدي احد الحاجات ان احنا يعني نشرك القطاع الخاص في تطوير التعليم، في تطوير التعليم، لان هو صاحب، هو اللي هيشغل الخريجين دول. زي ما كنت بقول لحضرتك الاستثمار الاجنبي اللي هيجي لما شركه تكون مستقره، وهو ده اللي حصل في المانيا. في المانيا الولد لما بيوصل ل 15 سنه ويخلص التعليم الاساسي بيدور على فرصه تدريب في شركه، الشركات كتير. ايوه، فرصه التدريب في الشركه هو ده التعليم الفني المزدوج. فطبعا ده ان شاء الله ناويين نوصل، كنا ل 100 مدرسه من هذا النوع. بس طبعا ال 100 مدرسه دول قليلين بالنسبه لحجم الطلبه اللي احنا محتاجينهم في مصر. يعني عندنا 2500 مدرسه فنيه، عندنا 2.1 مليون طالب، فال 100 دول
احنا الحقيقه عندنا يعني تعاون شديد بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره التخطيط والجهات الاجنبيه اللي بتساعدنا. فدلوقتي في تطور جديد ان احنا ما نكتفيش ب 100 مدرسه خلال الاربع سنين الجايه، لكن نوصل ل 200 واكثر. والحمد لله يعني اول يعني الحاجات المبشره ان ما بقاش في مشكله كبيره في التمويل الحكومي، لانه بقى يبقى في نتائج. لما بقى المدارس يبقى هتبدا تطلع خريجين، صح، ده بيغير الصوره، حتى بيعلي الترتيب الدولي المصري، بيحسن الترتيب الدولي المصري في مجال التعليم الفني. ده ما كانش بيحصل، عايز اقول يعني لوقت كبير يعني. فده الحقيقه حاجه. الشيء الثاني شو بيه، انه بالاضافه للاقتصاد المصري، الخريجين المصريين من التعليم الفني بالذات ومن الجامعات طبعا في الكليات اللي هي عمليه اكتر، مطلوبين في الفترات القادمه في اوروبا. ليه؟ وده ما بنسافر اوروبا المانيا وفنلندا وايطاليا، الطلب ده بيتقال صراحه وبيتقال العدد كمان. يعني عايزين الخريجين بتوعنا؟ عايزين الخريجين بتوعنا، بس مش الخريج اللي هو اللي ما بيعرفش مثلا يتكلم انجليزي، اللي مهاراته مش معتمده دوليا، اللي على قديمه بقى خريج بتاع زمان، ده مش مقبول. لازم يكون واخد شهاده جداره كده. لازم يكون واخد شهاده، لازم يكون، ولازم يكون متعلم بمنهجيه اللي حضرتك قلتها دي، الجدارات او الكومبتنسز. كومبتنسز او الجدارات بتختلف عن التعليم العام اللي بيعتمد على المعارف بس. يعني لما اشوف حضرتك الثانويه العامه او الاعداديه، هو مدرس وكتاب وسبوره. بنحاول ندخل مهارات وانشطه، انما مقاومه شديده. انما التعليم الفني التعليم الفني بقى انت لازم تبدا بالمهارات والمعارف المصاحبه لها والسلوكيات. يعني السلوكيات بتاعت الطالب في التعليم الفني في منتهى الاهميه. انه اولا يلتزم، يكون منضبط، يصحى بدري، يروح الوقت، يروح الشغل في الميعاد، يكون واخد على البيئه الصناعيه، يحافظ على البيئه، يحافظ على صحته، يحافظ على المكنه ممكن تكون بملايين. فالحاجات دي ميزه التدريب في المصانع، ان هو بيكسب الطالب التلات حاجات دول، اللي هي يبقى هي دي الجداره. الجداره مين اللي بيحددها معانا بقى؟ هو ده الجديد في التعليم الفني. احنا بنقعد مع رجال الصناعه. حلو. ورجال الصناعه نعمل معاهم جلسات، انا حضرت بعضها من اسبوعين في احدى الفنادق في الساحل الشمالي، في مثلا في مجال الهايبر ماركتس، مجال تجاره التجزئه مثلا. مش شركه واحده اللي بتعمل معانا مدرسه، انما عشان نحدد الجدارات بتاعه الخريج لقيت جايبين 10 شركات. وهكذا في كل حاجه. بنعمل مثلا مدرسه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنجيب مع شركه واحده، جايبين الشركات المثيله ليها، بحيث يبقى عندنا مجموعه من الممثلين للصناعه بيحددوا الجدارات اللي لازم الخريج يكون مكتسبها قبل ما يتخرج. بل بالعكس كمان طبعا بنراجع مع بعض ونصمم المنهج وهم يراجعوه لنا ونصممه تاني لغايه لما يبقوا راضيين عنه، وبعدين نبدا نعلم الاولاد. الجديد بقى ان احنا بنجيبهم يمتحنوا معانا الخريجين. لما نيجي نمتحن الخريجين ما يبقاش المعلمين بتوعنا هم الوحيدين اللي بيمتحنوا الخريجين، ده احنا بنعمل لجان. السنه دي اول مره هتتعمل، عندنا ما يقرب من 55,000 طالب داخلين الدبلوم السنه دي، بنمتحنهم عن طريق لجان مشتركه بين المعلمين التعليم الفني والممثلي الصناعه. فده أول مرة بيتعمل. لأنه بعد كده ليه بقى؟ لأن الصناعة لما تجيلي الشكاوي اللي كنت حضرتك بتقول عليها من شوية، ده الولد مش عارف المهارات، ده الولد ما بيعرفش يقرأ ويكتب. ما بيعرفش يقرأ ويكتب، ده جاي منين؟ ما هو ما جاش التعليم الفني، فهو كان بيكتب وبعدين التعليم الفني نساه، هو جاي ما بيعرفش فعلا. صحيح. نتيجة التدهور اللي حصل في التعليم الأساسي. صحيح. يعني صحيح. فبالتالي إحنا بنقول للصناعة بكل تواضع، تعالوا شاركونا في تصميم المناهج، في تصميم الجدارات، في التركيز على المهارات اللي انتوا عايزينها، وفي امتحان الخريجين. وانا شخصيا باكد عليهم، اللي ما يفيش بالغرض وما يكونش عارف الحاجات، تقول له ان ده ما اجتزش الجدارات ولم يعد جديرا بعد، او لم يعد جديرا خالص، ده لازم يعيد السنه.
وبيتعلم طيب لغة إنجليزية كويس علشان يقدر ده يقرأ. الحقيقة حضرتك جيد. لا هو هو ده بقى هو ده المجلس الاستشاري كنا عاقدينه عشان كده. أولا المجلس الاستشاري ده لو سمحت لي هو مكون من إيه؟ هو طبعا مكون من الوزارة ووزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى المرتبطة عملها بينا زي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأن هي مسؤولة عن التنمية الاقتصادية طبعا. وزارة التعاون الدولي لأن هي مسؤولة عن التعامل مع الدول الأجنبية اللي بتساعد مصر في تطوير التعليم الفني. بتساعد مصر في تطوير التعليم الفني ليه؟ لأسباب عديدة. أولا لأهمية مصر زي إحدى الدول مثلا بتعتبرها هب لأفريقيا مثلا أو بتعتبرها مجاورة لدول أوروبا فبالتالي ممكن يجي منها فنيين يحلوا مشاكل العمالة المستقبلية لأن القارة الأوروبية بتعجز. مفيش يعني أطفال زي العدد اللي موجود في مصر. فبالتالي وزارة التعاون الدولي هي اللي بتتولى وزارة التجارة والصناعة. حلو. فدول أول مجموعة الوزارات الحكومية اللي مهتمة بالتعليم الفني. جميل. الحاجة التانية ممثلي الجهات الأجنبية اللي هي بتساعد مصر في التعليم الفني زي ثلاث حاجات. الحكومة الألمانية ده تعهد يعني رئيسي الله. من سنة 2018 و الاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية. عظيم. دول الثلاث حاجات. طبعا معهم حاجات بقى تبعهم زي بنك التعمير الألماني زي حاجة اسمها جي آي زد لكن دي الثلاث طبعا في جهات تانية سويسرا برضو بتساعدنا بس الكم الأكبر من المساعدة جاي من الثلاث جهات دي. فكان طبعا موجود يعني بعض الممثلين السينيور ستاف بتاع الجهات دي مندوبين عن السفير كل جهة وموجود الاستاف بقى الفني اللي هو بيمشي الحاجات في المشاريع اللي هم واخدينها زي مشروع المعونة الأمريكية مشروع الجي آي زد مشروع الاتحاد الأوروبي. طبعا الحاجات دي احنا ما بناخدش فلوس كاش ده مش كويس. أنا فاهم. احنا بناخد معونة فنية. طب انا اخر حاجه وهستاذن انه هتبقى الاجابه سريعه علشان للاسف ميعاد البرنامج خلص. احنا عاملين كل ده علشان خاطر يبقى في عندي الولاد بتوعي هنا في مصر ولا كمان اصدر فائض للخارج والخارج هنا انا مش بس بعني بيه اشقائنا العرب لكن الخارج كمان واوروبا وامريكا الخ 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 افريقيا. عشان كده كنت بسال على اتقان الانجليزيه. ده فعلا سؤال جميل وهو انا لسه ما قلتش اجابته. هو اتقان الانجليزيه هو الانجليزي اللي موجود حتى في مدارس الثانوي او الاعدادي او المدارس التعليم الفني يعني اللي اقدر اقوله وانا متاكد عن مدارس التعليم الفني انه لغه انجليزيه تقليديه لا تؤهل الطالب ان هو يتواصل بيها. الطالب بتاعنا او الخريج بتاعنا لما ان شاء الله يتقن الجدارات الفنيه ويجي له فرصه عمل في اوروبا هو مش هيقدر يتعلم اللغه الالمانيه هنا في مصر. لكن لازم الاتجاه اللي احنا واخدينه ان احنا نعلمه انه يتواصل باللغه الانجليزيه. حلو. بحيث انه يقدر اول كام شهر يحمشي حاله لغايه لما يتعلم لغه لحد ما يتقن اللغه بتاعت البلد. بالظبط كده. بالعكس في الخليج في جنسيات كتير جدا جدا هو بيتعامل مع معظمهم باللغه الانجليزيه. فبنعمل ايه؟ اللي ناويين نعمله ان شاء الله عندنا اكاديميه لمعلمي التعليم الفني هنعمل جواها مركز لدعم اللغات وهنبدا بالمعلمين. عظيم. عشان المعلم لما هينطق صح ده هينعكس على الطالب. حاجه عظمه 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 الى ابعد الحدود. ده على راي الجماعه الاجانب ميوزك تو ماي ايرز حقيقي والله العظيم. شاكرين جدا بجد والله. انا حقيقي سعيد جدا جدا شكرا. جدا بالمقابله دي ومتشرف بانه حضرتك ضفنا النهارده. كل الشكر ليك يا دكتور. شكرا ألف شكرا, شكرا. شكرا. كل الشكر لدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. اخيرا قبل الختام برضو علشان ده حق حضراتكم التعليقات بتاعتكم على مساله مين اهم اتنين في حياتك. ملك قالت اهلي دول كده مش اتنين. محمد قال أبويا وأمي. عبير أبي وأمي رحمة الله عليهما ألف رحمة ونور. الدكتورة مجدة مصر والأسرة. دودي أمي وأخويا. رشدية الله ثم الوطن الغالي. إكرام زوجي وأولادي. علي أبويا وأمي. محمد أهلي وهوارة في العموم سد الجنوب المنيع. سيد
أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. بحبك في الله يا يوسف. يا سيدي ربنا يخليك، حبتك العافية منور الدنيا. أنا تقريبا أمي ما بتتفرجش على حاجة طول اليوم، بص لي ايدها. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا سيد. كل الشكر لحضراتكم وكل الشكر على حسن المتابعه. دايما يكون موجود معنا كريم رمزي ورقم 10. اما احنا لو كلنا العمر نكون موجودين معاكم بكره في نفس الميعاد كما جرت العاده، وبرنامجكم التاسعه. سلامات.